تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والمعيشية في جنوب قطاع غزة جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقليص دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأيضا غلاء الأسعار ونفاد كل المخزون من المواد الغذائية والخضروات والمجمدات من الأسواق. هنا داخل سوق الزهرة الذي يعتبر من أهم الأسواق المركزية في مدينة خان يونس، تبدو الصورة خالية تماما من كل أنواع الخضروات. هذا التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية والمعيشية وعدم قدرة المواطنين على الحصول على غذائهم اليومي دفع بالمواطنين والنازحين في مدينة خان يونس إلى إعلاء صوتهم أمام هذه المأساة. نقول للعالم العالم بأسره أنه هذا الشعب الفلسطيني دفع فاتورة صعبة أكبر من قدرات البشر، وبالتالي يجب أن يكون وقف فوري لهذه الحرب الصعبة اللي قتلت كل شيء في غزة، وإرسال المساعدات لهذا الشعب، لأن الشعب بالفعل بمر بحالة اقتصادية صعبة جدا. في مواطنين عندنا لا يكاد يجد قوت يومه، لا سكر ولا حليب ولا طعير ولا حاجة موجود، مش عارفين ايش نسوي مع الناس. بدنا يفتحوا لنا المعابر، بدنا يدخلوا لنا المواد الغذائيه، بدنا يرخصوا الخضره اللي التجار مستغلين فيها. مش مصاري، كل بتنجان ب 20 شيكل عند اي دوله. اسرائيل المستدر لنا وكل شيء وتجيب كل شيء. هذه الاسعار مش عند اسرائيل، عند عوته من هيك. كل البطاطا ب 45 شيكل، كل البصل 55 شيكل، كل البندوره ب 50 شيكل، كل اللحم ب 200 شيكل. انعدام المواد التموينيه وفي مقدمتها الدقيق وحليب الاطفال دفع بالمئات من المواطنين في مدينه خان يونس، مواطنين ونازحين، الى اعلاء صوتهم امام العالم يدق به ناقوس الخطر امام المجاعه الحقيقيه التي يتعرضون اليها في جنوب القطاع. ابراهيم قنن، قناه الغد، مخيم خان يونس.